انت متأكدة باللي بتقوليه ده؟ زي ما بقولك كده يا نشأت، انا هفهمك. انا التيم بتاعي راحوا حته اسمها عزبه غرابه عشان يصوروا تقرير مهم جدا هناك. اول ما رجعوا لي يفرجوني الماتيريال عشان ياخدوا عليه موافقتي. ببص في وسط الناس لقيت واحد نص وشه مش باين قوي، بدقق فيه كويس، حسيت انه عبد العظيم. يا حبيبه انت اتجننتي ولا ايه؟ عبد العظيم مات قدامنا كلنا، انت ناسيه؟ عارفه يا نشأت انه مات قدامنا كلنا، بس اعمل ايه يعني؟ اغمي عينيا واقول ما شفتش. لا اكيد اكيد واحد تاني، انت بس اعصابك تعبانه. مستحيل، انا مش هتوه عن عبد العظيم يا نشأت. عبد العظيم لو عايش الدنيا كانت اتقلبت زي ما اتقلبت يوم ما اختفى. وبعدين عبد العظيم كان هيسكت، ده كان جاري عن نيابه، وزماننا كلنا دلوقتي مقبوض علينا. طب ما يمكن اللي انت شفتيه ده يكون واحد تاني، يعني واحد شبهه، ما يخلق من شبه 40. بس برضو لازم نتأكد. ايوه يا نشأت، لازم تقول لكل الجروب. خلي معاك الفلاشات، اول ما تروح في اي حته فيها لابتوب افتحها واتفرج على الفيديو. اللي سمع غير اللي شاف، وانا شفت بعض. لا هيأكد الكلام ده جعفر، بس يا ترى انت فين يا جعفر؟ أعوذ بالله، اوعي تقولي حاجة زي كده يا ست الكل. ده انت لسه قايلة ان انت بتصلي وبتقرا قرآن. انا بيني وبينك يعني كنت حاسس ان انا لما هاجي ان انا اسمع خبر حلو، وان انا هلاقي الباشا منور البيت. شكل الباشا بتاعك مش راجع تاني يا عباس، انا خلاص يئست. أعوذ بالله، اوعي تقولي حاجة زي كده، لا حول ولا قوة الا بالله. والله لا اله الا الله، الباشا هيرجع وهينور علينا البيت. عبد العظيم شكله اتقتل وجثته مدفونة في حتة مخفية، لأن لو كان عايش كان زمان أمارة ظهرت دلوقتي. اوعي تقولي حاجة زي كده يا ست الكل، عبد العظيم باشا اتقتل، لا حول ولا قوة، اوعي تقولي في وشي تاني. صدقيني هيرجع وهينور وهيملى علينا البيت. كتر خيرك يا عباس، طمني أنت لقيت شغل ولا لأ؟ كنت من فترة بتشتكي لي إن الدنيا ملطشة معاك. اتمنى يعني ان الامور تكون اتحسنت معاك شويه، ولقيت حد تاني السوق له عربيته. انا اشتغل سواق؟ تحرم عليا السواق. انت عايزاني يا ست الكل اسوق لحد بعد عبد العظيم باشا؟ ده انا على طول امنع السواق في البلد امنعها. انا خلاص ما عادش ينفع اشتغل سواق لحد تاني خلاص. انا بيني وبينك يعني كان عندي كام مرات كده صغيرين في البلد اتصرفت فيهم، ومايلت على مراتي يعني خدت منها حته صيغه وبعناها، ودخلت في مشروع صغير يعني اهو ناكل منه لقمه عيش. بقول لك يا حاج. نعم. انا ليه عندك طلب وما تكسفيني؟ اؤمر يا عباس. انا عايزك تدعي لي وانت بتصلي، ادعي لي من ربنا يكرمني في اللي انا ماشي فيه. الهي ربنا يكرمك يا عباس، انت راجل اصيل فعلا.